يعني اليوم نحن في 9 أشهر، والعنوان ديال الإضراب ديالنا يمكن أن نلخصه بهذه السياسة اللي كتشوفوا قدامنا، سياجات الكلية سد علينا بابها. يعني احنا ماشي غير منعونا من الدخول الكلية، ما حتى منعونا حتى من البيريمتر ديال الكلية. وشوفوا الطلبة ولاو حابسينهم تما يتجمهرون بعيدا عن الكلية. هذا هو الملخص ديال 9 شهور ديال النضال ديالنا. هذا نضال ديال الشعب المغربي، نضال ديال واحد الفئة اللي مرتبطة بركائز اللي غادي تخلي المواطن المغربي غدا عنده صحة جيدة. هذا هو الملخص ديال النضال ديالنا. حنا كأطباء ديال المستقبل وديال صيادلة المستقبل، حنا اللي غيكون عندنا الوزر ديال المريض. الا ما داويناش المريض، حنا اللي غادي نكونوا نلام. ما حتى واحد ما غيتحمل المسؤوليه ديال عدم تطبيب جيد ولا عدم خدمه صحيه جيده. حنا اللي كنتحملوها. يعني من كنغوتوا، حنا عارفين علاش كنغوتوا. اما التعامل ديال 9 شهور بدون حل، وحنا كنبينا في جميع المحطات ديالنا على اساس اننا منفتحين على الحوار، منفتحين على الوساطات، درنا جميع الوسائل الممكنه باش نبينوا هذا الشيء، ولكن بقاو حتى عنوش ديال 9 شهور. فهذا الشيء راه غير ممكن اننا نطولوا فيه. هذا الشيء راه جوده ديال التكوين ديال طبيب وصيدلي الغد، حنايا كنضربوا فيها. علاش زعما شنو هو المسوغ؟ شنو هو المبرر؟ يا ما كاينش مسوغ، ما كاينش مبرر باش انه ناس كطالب اضافه ديال 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 عده اشياء غادي تخلي التكوين ديالها يتحسن، كنوليو نخليهم عام هما في مقاطعه. واش هاد الناس باغيين يقريونا 5 سنين؟ واش المشروع ديالهم هو انه نديروا سنه بيضاء ونشدوا 2000 طبيب؟ حنا كنقول كنعانيو من نقص الاطباء ونشدوا 2000 طبيب لانهم غدوبلون مكررين نطردوهم. واش هذه السياسه اللي غادي نحلوا بها هذا الملف؟ وراه عندك طلبه اللي منفتحين على الحوار، وطنيين بينوا على حسن النيه ديالهم، ملف اكاديمي محض كيناقش في شي حوايج نفتخروا بهم، في الاخر نتعاملوا معاهم بهذه الطريقه. يعني زعما شيء مؤسف جدا. 9 شهور ديال اللامبالاه، 9 شهور ديال عدم الجديه. زعما الا ما كانش الجديه شنو غادي يكون؟ كيكون هذا الشيء اللي كنشوفوا فيه دابا. يعني وبالتالي فنحن لا نرضى باننا نشوفوا الكليه ديالنا مسدود علينا بهذه الطريقه، لان فقط كتعمق الجروح اللي عند طالب الطب وطالب الصيدلي، لانه شهد بزاف ديال المحطات وكل مره هذا الجرح كيزيد يتعمق. وهذا الشيء يعني مؤسف جدا، ونطالب بجديه في التعامل مع الملف. راه ما يمكنش اننا نمشيو للسنه البيضاء وتا واحد لا يحرك ساكنا. لا تا واحد لا يحرك ساكنا، وغير حنايا اللي زعما ما عندناش وسائل كثيره. الوسائل اللي بين يدينا كنستعملوها. درنا اضرابات انذاريه، مراسلات، بيانات، بلاغات، زعما مقاطعه، طرقنا جميع البيبان، اكثر من 100 اجتماع مع مختلف الوساطات، ومازال هادشي زعما زيد. زعما لا يمكن، زعما كنطالبوا جميع الفاعلين اللي عنده شي قدر من المسؤوليه ولا قدر من التاثير، انه واخا غير يهضر على هاد الملف، لانه هاد الملف هذا ماشي شي ملف اللي فئوي، ولا ملف اللي يهم الوطن كامل، يهم المجتمع المغربي كامل، يهم المسؤولين حتى، لانه زعما ما خاصش تكون تفرقه ما بين مكونات المجتمع المغربي ولا مكونات الوطن كامل. وهذا بما انه ملف اللي يقدر يكون عليه التعاضد، فلا يمكن اننا نبقاو في التعنت. شكون اللي رابح شكون اللي خاسر؟ راه الا خسرت الوزاره راه خسرنا حنا، والا خسرنا حنا راه خسرت الوزاره، لان الوزاره سميتها وزاره التعليم العالي، ولا يمكن ان يكون التعليم العالي منفصل على الطلبه ديالو. ما يمكنش استاذ يكون منفصل على الطلبه ديالو، ما يمكنش طالب يكون منفصل على الاستاذ ديالو. فما فهمناش واش حنا اللي عاقلين ولا وقيلنا عندنا شي رؤيه ايجابيه اكثر من القياس، ولا ما لا حول ولا قوه الا بالله.